نسأل كيف يفهم المجتمع الدولي عزم إيران إرسال سفينة وقود إلى لبنان؟ وطبعا إيران كما يعرف الجميع عليها عقوبات دولية، ووضع لبنان معقد ومركب بالأزمات. نعم، هو زيادة في تعقيد الوضع اللبناني والزج في لبنان كما تفضل السيد الحريري، فيما يتعلق زجه في صراع إقليمي في غاية الخطورة. القضية الرئيسية الآن هي أن عمليا حزب الله يضع نفسه فوق الدولة ويضع نفسه، هو الذي يحدد. المشكلة ليست في من يشتري نفطا من أين بالنسبة للبنان، المشكلة هي في أن هذا الانهيار الاقتصادي لا يحله حزب الله، ويريد أن يقول إما جوعوا عيشوا في الظلام إلى آخره، وما لم تأتي إيران لم تسلم لبنان إلى إيران فلن يكون هناك حل. لذلك القضية الرئيسية أولا هي قضية العقوبات. الولايات المتحدة في اعتقادي سوف تعالج هذا الموضوع، لأن هؤلاء الذين تتحدث وكالات الأنباء الإيرانية عن أنهم شيعة لبنانيون، أصلا هذا الوصف يعني مدهش في 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 مستوى تحديه للمشاعر الوطنية اللبنانية، وبالنتيجة هم هؤلاء بالذات سوف يصبحون تحت العقوبات لأنهم يشترون نفطا في خارج العقوبات، وستكون هذه السفينة خارج العقوبات. الجانب الثالث في الموضوع ستكون داخل العقوبات. والجانب الثالث في الموضوع هو أن جرت عدة حوادث في البحر المتوسط، جرى من خلالها عمليا استخدام السفن الإيرانية والتي تحمل أعلاما مختلفة ولكنها يملكها إيرانيون، استخدامها كأدوات عسكرية وكمراكز تجسس. لذلك هذه أيضا تطرح مشكلة جديدة تورط فيها لبنان في صراع إقليمي، وفي اعتقادي هذا مغامرة من قبل حزب الله في هذا المجال.